معانا بقى دلوقتي تحدي لذيذ ومختلف، وهنشوف بقى مين من الأسرتين هيضحكنا زيادة. عشان أنا بقى أي شكة في التحدي ده. كل واحد من رب الأسرة هديله رسمة هو بس اللي شايف، أوكي؟ ورب الأسرة هيعمل خطوة خطوة في الرسمة دي قدام الأسرة بتاعته، خط خط، خطوة خطوة بتأني، ونشوف مين اللي هيوصل للصورة الحقيقية اللي في الآخر، وهنوصل لإيه بقى كمنتج على البورد. جاهزين؟ جاهزين. يلا ابتدوا على طول، خطوة خطوة، خط خط، دقيقة، كيرف كيرف. تقل إيدك، تقل أنت، أنا مش حاسة بحاجة. مش حاسين بحاجة؟ لا. طب ما تقول لهم تقلوا شوية. تقل شوية يا عبد الرحمن. فيه يا عبد الرحمن. يا سلام. يا سلام. يا سلام. عملت إيه؟ انا عايزه ابص. خلصت لسه يا حبيبي، احنا لسه في اول خطوه، هنعمل شكل في الاخر. قربوا قربوا عادي. على ظهره. ها؟ على ظهره بجد؟ ماشي. ده بقى اللي بيضحكني قوي. يلا يا عبد الرحمن. ها؟ ماشي. مش بقى، ها مالكش دعوه باللي هو يعمله. ها؟ لا ما لهاش دعوه، ما تقولهاش لا، ما تقولهاش لا. ده اللي هي حسيته، ده اللي هي حسيته. ايه اللي احنا فيه ده؟ صح اكيد هنعرف ايه اللي احنا فيه ده. واصلين لايه؟ عملت ايه؟ ايه اللي حسيتيه تعمليه؟ لا اللي حسيتيه حالا تعمليه عليه. ها؟ ايه ايه مش حاسه؟ طب تقل شويه. ها ماشي. اوكي كده ايه، ملناش دعوه بكده ولا لا. اللي حسيته اعمله. البس كده جاي من عندك. ما اللي حسه يعمله. ماشي اللي حسيته تعمله. انا عملت تحت اول مره. يلا يا عم. اللي حسيتوه تعملوه. اه اه الله يا ماما. ماشي دوس تاني. بتقولي يلا دوسي اللي تحسي بيه اعمليه. سمي توني. يلا توني اهو. حبيبي يلا. حبيبي يلا بتقول يلا. ماشي يلا اعمل بقى. يعني كلام اهو. ها ايه اللي حسيت بيعمله تاني؟ اهي تاني. لا انت واحده كده. انت حسيت بده ازاي؟ ماشي ها اعمل كده تاني لتحت. انت هتضرب كده. ايه ده غريبه قوي، انتوا ازاي جايبين ده من ده؟ ماشي. هو انت يا ابني ده شمال اصلا. هو انت حاسس؟ ايوه انت حاسس فين؟ بيحس بالمشقلب. بيحس بالمشقلب؟ يعني بيرسم لك على يمينك تعملها شمال؟ بس انت عجيب قوي فعلا. هنا مش عجيب قوي فعلا. اللي تحسوه اعملوه. عملت كده. استني بس. حاسه؟ ايوه كده كده كده. دي اعمليها. يلا 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 خش كده بقى، خش سنك كده يلا. الله الله الاحساس نعمه والله العظيم. ابني ده احساسه عالي. مين؟ لو شفت هنا انا مش عارفه ازاي ده وصل لده. والمصحف انا مش عارف بس في احساس عالي. ازاي ده وصل لده؟ مش عارفه. اوكي قالت لك خط. هي حته وحشه. هي حته تعملها حته. لا انت يعني اعملها خط خط معلش. اهو يلا. ها ها ماشي يلا يا انتوني. اكمل خط عيدي. بتقول يلا هات يا ابني. ها بترسم حاجه تانيه يلا ده. هي بترسم اعمل اي خط. هنا في هنا في عمل سريالي عظيم. يلا يا انتونيو اهو يا حبيبي. هي في الاخر عيدي بيقول لي والله خطير. يلا حبيبي انت فين بقى؟ يعني هو في كتفك انت. ايه ده؟ ماشي الحمد لله على كل شيء. خلاص انا قفلت اخر حاجه. هو ازاي ده وصل لده وده وصل؟ مش عارفه. سبحانك يا رب. سبحانك يا رب فعلا. الاخيره دي كانت كده اهو. هنا كده يا رب. هنا بيحصل ايه؟ طب خلاص ما احنا كده خلصنا. خلاص خلاص احنا خلصنا حبايبي. انتوا خلصتوا بجد؟ اه والله. بس يعني ايه ده؟ اه بالظبط بالظبط. ده طلعت بالظبط بالظبط. انتوا خلصتوا؟ اه
خلصتوا؟ طب تعالوا نشوف بقى ايه مقارنه اللوحات العظيمه السرياليه اللي طلعت دي. كل فريق يقف بقى كده. ايه تعالوا يميني وانتوا تعالوا شمالي. كل فريق يقف مكانه. تعالوا هنا كل فريق. الاصفر يجي هنا. ما انا بس هديكوا بس ايه المفاجاه الكبرى. ماشي. والاحمر يجي هنا. حلو قوي. تعالوا هنا يا حبيبي. وانتوا تعالوا هنا. دي بقى الصوره الرسميه. هنا الصوره الرسميه قريبه جدا جدا جدا. عربيه عادي جدا الحمد لله. فبالتالي تبقى الاسره دي عملت الصوره اللي عليها. الصوره دي بقى ايه بقى؟ ايه اللي جاب البيت للسرياليه؟ حاسب يا حبيبي كده. ايه اللي جاب بقى البيت بقى للسرياليه دي؟ ما عندناش اي فكره خالص. فبالتالي طبعا 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 الفريق ده هو اللي كسب بكل جداره. ايه ده؟